بطرح السؤال نفسه هون يعني. تمام أسامة، إحنا بس من بعد إذنك أبو الحكم عزيزنا عنده إعلان معين يحب يعلنه، فرح نعطيه المايك معه حتى خبر مهم، فتفضل أبو الحكم. شكرا. مرحبا دكتور، وسلامي لجميع صديقات وأصدقائي. أنا أعتذر دخلت عليكم لأنه أنا اليوم كله مخبوص بال يعني بشغلة أحمد، صارت بي تطورات كثيرة، فحبيت الصديقات والأصدقاء والمشاهدين وفي كل مكان يعرفوا آخر هذه التطورات. طبعا مثل ما تعرفون أحمد دخل المستشفى بسبب إضرابه لأنه وضع الصحي ساء، اليوم دخلوا للمستشفى وفجأة جاني خبر، طبعا ما أريد أقول من اللي قاله حتى لا توصل أذية، المهم مصدر موثوق جدا، أنه أحمد انوخذ من المستشفى قبل إلى السجن، وأخذوا للسجن وبكرة راح يعرضوا على النيابة بأي تهمة ما أعرف. إذا كانت التهمة الإضراب راح تكون تهمة مضحكة حتى بالصومال ما سووه يعني، ما أعرف شنو هو التهمة، لكن أحمد قبض عليه وهو في المستشفى، أخذ من المستشفى مباشرة إلى السجن، وبكرة حققوا معه في النيابة العامة. يعني أتمنى هذا الخبر ينتشر في كل العالم، وأنا في طريقي إلى وصول إلى أماكن مهمة وفضائية مهمة، راح تعلن عن الخبر بكرة. نتمنى الكل ينشر في جروبات الفيسبوك وصفحة متضامن مع أحمد حرقان عن هذا الموضوع تفاصيل. صراحة أنا ما عندي أكثر من هذا، إنه أخذوا من السجن قبل، يعني واحد طريح المستشفى وهو لا يقوى على الوقوف يأخذوا للسجن مباشرة. أين حصلت هذه؟ وين حصلت هذه؟ يعني بأي دولة حصلت؟ مصر الديمقراطية اللي يقولون عليها ديمقراطية يأخذون واحد قبل من المستشفى للسجن، وين صايرة؟ وهو ليس شخصية عادية، شخصية مثل أحمد حرقان معروفة في كل فضائيات في كل دول العالم، معروف عالميا، وهذا الإنسان دا يطلب أقل شيء من حقوقه، إنه هو يريد يتزوج مانعينه من السفر للبنت اللي يريد يروح يتزوجها. وين هذا؟ وين صاير؟ أريد أعرف. يعني هي كمان مضربة عن الطعام، واثنين مضربون عن الطعام حتى يعني توافق مصر على سفر أحمد حرقان. يعني أنا مش عارف، يعني أحمد إذا سافر راح يتزوج راح يصير انقلاب مصر مثلا؟ لو إيش راح يصير؟ أنا مش فاهم يعني مش عارف شلون يفكرون بمصر صراحة. هذا الموقف عقلي لحد الآن ما جاي أقدر أتصور إنه ممكن توصل بيهم لهالدرجة، إنه شخص إنسان ضعيف مضرب عن الطعام وما عنده ما يقدر يتحرك تأخذه للسجن، بدل ما تهتمون به وتشوفون مطالبه شنو، ليش أضرب عن الطعام تروحون تسجنوك ماله؟ أريد أعرف أني هذا وشنو الذنب اللي مسوي. أنا بكرة راح أعمل حلقة في قناة أحمد حرقان، راح أسوي حلقة في قناة أحمد حرقان اللي هي قناتنا كلنا، أسوي حلقة عن هذا الموضوع. إذا ما طلع لحد باشر راح أسوي حلقة خاصة عن هذا الموضوع، نتكلم بيها عن أحمد حرقان وليش أضرب وليش سجن. أريد نعرف ليش سجن. أنا يعني أعتذر، الموضوع هو موضوع آخر، لكن كان لأنه الجامعة والناس قاعدين حبيت المشاهدين يعرفون هذا الخبر وينشروه في كل مكان، صفحات الفيسبوك كل واحد بصفحته ينشره، والجروبات اللي تعرفوها تنشروها. الآن نطالب ب الحرية لأحمد حرقان، لأنه هو كان مضرب عن طعام، كنا نطالب السفر، الآن نطالب بشيء أقل من السفر وهو الإفراج عن أحمد حرقان. يعني صراحة مهزلة اللي جاي يصير بمصر. يعني أتأمل صوتي يوصل للجميع، وأشكرك وأعتذر
يعني دخلت على غير موضوع الحلقة، لكن هذا الشيء كان ضروري ولازم نعلنه يعني. شكرا أبو الحكم، تحياتنا إليك. إحنا حقيقة نتمنى أن يوصل صوتنا وصوت أحمد حرقان معانا، وأن مصر تلتفت إلى هذه الحقيقة، أنه الناس الحريات الحريات مكفولة موجب الدستور، موجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا أمر غير مقبول، وبالتأكيد صوت أحمد حرقان راح يصل إلى كل مكان. شكرا عزيزي أبو الحكم. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. باي باي. مع السلامة.